يعطيكم العافية جميعا. بدنا اليوم نبدأ نشرح عن أهداف الدورة الرابعة، وهي بعنوان Streamline Approach for Moist Heat Sterilization Autoclave in Pharmaceutical and Healthcare Industries. تتمثل هذه الدورة بكيفية اتباع النهج السليم لإجراء عملية التعقيم بالبخار، ويسمى في الصناعة الأوتوكليف. طبعا وجود الأوتوكليف في مصانع الأدوية شيء كثير مهم، سواء في الإنتاج أو في المختبرات، والحفاظ على كفاءة عمله بتعكس نقاوة المنتج من ناحية جرثومية، وبتنعكس أيضا على صحة عملية التحليل البيولوجي، فضلا أنه الجهاز يستخدم لإجراء تعقيم المنتجات واللي بنسميه Terminal Sterilization، ويستخدم الأوتوكليف لتعقيم قطع الماكينات الإنتاجية، ويستخدم في المختبرات الجرثومية أيضا لتعقيم المواد والأدوات المستخدمة في عملية التحليل. وبالنهاية لازم يكون هذا الجهاز مصمم ومؤهل بشكل جيد عشان يقوم بالعمل الخاص فيه، ويعطي نسبة عالية من التعقيم واللي بنسميها High Level of Sterility Assurance. خلينا نشوف الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج التدريبي. أول هاي الأهداف هي بعنوان Take Idea About Current Good Manufacturing Practices Trends Required for Sterilization Process Methods That Are Applied in Pharmaceutical and Healthcare Industry. وهي بتعني أن المتدرب راح يأخذ فكرة جيدة عن طرق التعقيم المختلفة والمتبعة بالصناعات الدوائية والرعاية الصحية، سواء التعقيم بالبخار أو باستخدام طرق أخرى متعددة، لأنه لازم نعرف أنه التعقيم بالبخار فقط مناسب في بعض المواد أو المنتجات، ومش شرط يكون مناسب لكل المواد الأخرى، فيمكن أن تتم عملية التعقيم بواسطة طرق أخرى، ويتم شرحها إن شاء الله بشكل مختصر في هذا البرنامج التدريبي. أما الهدف الثاني من هذه الدورة هو بعنوان Take idea about qualification and validation activities starting from URS until the BQ and requalification requirements. وهو يبين كيفية التعامل مع التحقق والتثبتية من جهاز التعقيم بالبخار، وزي ما بنسميه qualification and validation of moist heat sterilizer. وسيتم شرح كل المراحل اللي لازم تطبق من أجل شراء وتصميم وتأهيل هذا النظام المهم، وهذا سيشمل شرح تفصيلي للمراحل التأهيلية التالية: إنشاء المواصفات User Requirement Specification, Risk Assessment, Design Qualification, Factory Acceptance Test, Site Acceptance Test, Commissioning, Installation Qualification, Operation Qualification, وفي النهاية كيف نعمل Performance Qualification. والهدف الثالث اللي أنا بعتبره من أهداف المهمة وهو بعنوان Take Idea About Cycle Developments، وهو يمثل أخذ فكرة عن كيفية وضع المتغيرات المناسبة لكل عملية تعقيم وعمل تطوير إلها، اللي بنسميها Sterilization Parameters، بحيث تتناسب مع المواد المراد تعقيمها واللي بنسميها Sterilization Loads. وإحنا زي ما بنعرف إنه مش كل مادة يمكن تعقيمها بالبخار، لأنه بيكون الضوابط مختلفة من عملية تعقيم إلى أخرى، عشان هيك إحنا بنعمل برنامج لكل عملية تعقيم اللي بنسميها Sterilization Recipe or Cycle. أما الهدف الرابع لهاي الدورة هو بعنوان Take idea about handling of qualification and validation and engineering aspects that may impact product quality. تتمثل بمعرفة بعض الأمور الهندسية واللي بتتقاطع في وظيفتها مع الأمور الفنية، واللي بتهدف في الأخير لعملية تأهيل ناجحة. وإذا تم إهمال بعض الأمور الهندسية بدون فحص أو تحقق من تركيبها الصحيح والتحقق من وظيفتها، فرايح يكون عندنا مشاكل في عملية التعقيم. بالإضافة لذلك رايحين نتعرف من خلال هاي الدورة عن كيفية تطوير طرق العمل المعيارية اللي بنسميها Standard Operating Procedure، وهي اللي تكون خاصة بعمليات التشغيل أو الصيانة أو المعايرة، وحتى تشمل عملية إعادة التأهيل الدورية واللي بنسميها هاي الأخيرة Requalification. والهدف الخامس هو الأهم، وهو بعنوان Discuss the Case Study for Qualification Utilizing Risk-Based Approach، بحيث أنه رايحين نشرح عن كيفية بناء نظام تقييم المخاطر لإجراء عملية التحقق والتأهيل، واللي بنسميها Risk Based Approach for Autoclave Qualification. وإن شاء الله رايحين نأخذ دراسة حالة، أي Case Study لإجراء التطبيق العملي، ونعطي مثال واقعي. وآخر إشي كالمعتاد أكيد بدنا نتطرق من خلال الهدف السادس لبعض المتطلبات التشريعية والرقابية الخاصة بجهاز التعقيم الأوتوكليف، ورايحين نشرح عن بعض المخالفات اللي أخذوها بعض الشركات الدوائية من قبل الجهات الرقابية، ونتعلم كيف نتجنبها.
وبنكون الآن أعطناكم فكرة شاملة عن أهداف هاي الدورة، وهيك بنكون استكملنا شرح عن أهداف هذا البرنامج. وأخيراً بحب أشكركم على مشاهدة هذا الفيديو اللي حبيت من خلاله إعطاء صورة واضحة عن هاي الدورة، وبتمنى إنها وصلت لكم بطريقة جيدة، وإحنا دائماً جاهزين لأي استفسار، وإن شاء الله استنونا لنحكي عن الدورة الرابعة بإذن الله مع عرض آخر بعنوان Regulatory Streamline Approach for Design, Validation and Qualification of Pharmaceutical Manufacturing Facilities and Equipment 21 CFR Part 211. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم المهندس مجدي أيوب.